ما معنى الفلق؟ الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: الفلق هو جب في نار جهنم، والجب هو حفيرة أو بير في نار جهنم يتعوذ منه أهل النار من شدة حره، فسأل الله أن يتنفس فتنفس وأحرق جهنم. وقاف واحد يقول شلون نار حرقت نار؟ مثل ما تعرفون درجات حرارة النار متفاوتة، يعني النار الحمراء 1800 درجة كلفن، والنار البيضاء المصفرة 6000 كلفن، أما النار الزرقاء فهي 10000، يعني أكو تفاوت بين درجات الحرارة. إلى أن وصل العلم الحديث وقالوا أكو نار سوداء اللي هي أكثر من 10000 كلفن، وحتى قالوا إن الثقب الأسود هو درجة حرارته أكثر من 10000 كلفن، فالنار الحمراء هي أقل حرا من النار الزرقاء، فكيف بنار جهنم؟ وقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وحتى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن ناركم هذه هي جزءا من 70 جزء من نار جهنم، يعني تصور التفاوت في درجات الحرارة. فهذا الجب اللي هو في نار جهنم هو أحر من نار جهنم، وأهل النار يتعوذون من حرارة ذلك الجب. وقال: في ذلك الجب تابوت، يتعوذ أهل ذلك الجب من حرارة ذلك التابوت، وفي ذلك التابوت 6 من الأولين و6 من الآخرين، أما 6 من الأولين ابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود إبراهيم، وفرعون موسى، والسامري والذي هود اليهود ونصر النصارى. أما 6 من الآخرين فهو أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وصاحب الخوارج وابن ملجم لعنة الله عليهم أجمعين.